ورحمة الله. طرح الرئيس الموريتاني حزمة من التعديلات الدستورية على البرلمان وعلى مجلس الشيوخ، وقد خصص مجلس النواب الموريتاني في فبراير شباط 2017 دورة طارئة لمراجعة دستور 20 يوليو تموز لسنة 1991 والنصوص المعدلة له، تقضي بإدخال مجموعة من التعديلات الدستورية. وفي هذه الدورة تناقش أيضا مشاريع قوانين أخرى بدعوة من الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز. عقب الحوار الوطني الشامل الذي عقدته الأغلبية الحاكمة وبعض قوى المعارضة ومن بينها حزب التحالف الشعبي التقدمي والوئام الديمقراطي في سبتمبر أيلول وأكتوبر تشرين الأول من السنة الماضية، وقد قاطعته أغلب قوى المعارضة. ومن أهم التعديلات الدستورية المقترحة وأبرزها إلغاء مجلس الشيوخ الغرفة الأولى من البرلمان، وكذلك إنشاء مجالس جهوية محل مجلس الشيوخ بحيث تقوم هذه المجالس بمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية للسكان في الولايات والمحافظات. ثالثا، إدخال تعديلات تتعلق بعلم موريتانيا بحيث يعبر عن تضحيات جيل مقاومة الاستعمار حسب ما ذهب إليه طارح الفكرة. والتعديل الرابع يخص تغيير النشيد الوطني على نحو يجعله أكثر إيحاء برموز البلاد وقيمها. وتنص المادة الثامنة مادة الدستور الموريتاني على أن الرمز الوطني هو علم أخضر يحمل رسم هلال ونجم ذهبيتين، ويحدد القانون ختم الدولة والنشيد الوطني. التعديلات تشمل كذلك توسيع النسبية في الانتخابات العامة ودمج المجلس الإسلامي الأعلى ومؤسسة وسيط الجمهورية في مجلس واحد تحت لواء المجلس الأعلى للفتوى والمظالم. وتنص المادة 99 من الدستور على أنه لا يصدق على مشروع مراجعة الدستور إلا إذا صوت عليه ثلث أعضاء الجمعية الوطنية وثلث أعضاء مجلس الشيوخ ليتسنى تقديمه للاستفتاء. الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز متمسك بتمرير مشروع التعديلات ودخل في معركة من أجل ذلك. نتابع بعض هذا التقرير ثم نعود. معركة واضحة يخوضها الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز ضد مجلس الشيوخ الموريتاني الذي رفض مشروع التعديلات الدستورية المقدمة من الحكومة يوم الجمعة 17 من مارس الجاري، رغم كون أغلبية أعضاء المجلس من الحزب الحاكم، وذلك بعد أسبوع واحد من تمريرها عبر مجلس النواب. الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بعد 5 أيام فقط من رفض مجلس الشيوخ مقترح التعديلات عقد ندوة صحفية وأعلن أنه قرر تفعيل المادة 38 من الدستور من أجل تمرير التعديلات الدستورية من خلال إجراء استفتاء شعبي عليها. وفي حملة دفاعه عن قراره قال الرئيس الموريتاني: لدينا مخرج يمليه الدستور والمنطق والعقل، وبالتالي لن نظل مكتوفي الأيدي، سنفعل المادة 38 من الدستور ولا رجعة في ذلك حسب تعبيره. وأضاف بأن مجلس الشيوخ صوت في اتجاه لم يكن متوقعا، وإن عليهم مراجعة مواقفهم، وأن تصويتهم ضد خيارات حزبهم الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم ليس ظاهرة صحية ولا ديمقراطية. وأضاف أن المجلس الدستوري غير معني بالاستفتاء الشعبي بشأن تعديل الدستور الذي سيدعو إليه، مشيرا أنه لا يمكن للمجلس الدستوري ولا لمجلس الشيوخ رفض الدعوة إلى الاستفتاء الشعبي. الرئيس الموريتاني يخوض معركة كسر عظام حادة ويحشد لها مختلف الفاعلين السياسيين المتحالفين معه، وكذلك التأييد الشعبي، قصد تهيئة الشارع لقبول التعديلات وتمريرها عبر الاستفتاء. والواضح أنه يتحرك في مختلف الاتجاهات، وذلك عبر الاجتماعات الشعبية والحضور الإعلامي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. إذن التعديلات الدستورية في موريتانيا والجدل وحالة التجاذب القائمة في الساحة السياسية الموريتانية، هذا هو عنوان الجزء الأول من حلقة اليوم المحطات المغاربية. وينضم إلينا عبر سكايب من موريتانيا من نواكشوط السيد محمد عبدو، الناشط في حركة 25 فبراير والمدون. أهلا بك سيد محمد. أهلا بك، يا هلا.
سيد محمد، يعني الرئيس الموريتاني ذاهب، محمد ود عبد العزيز ذاهب بإصرار ومتمسك بتمرير التعديلات الدستورية رغم رفض شريحة واسعة من المعارضة الموريتانية وأيضا من الشارع الموريتاني لهذه التعديلات. حسب رأيك لماذا الرئيس محمد ود عبد العزيز متمسك بتبرير التعديلات الدستورية؟ حسنا، أنا أظن أنه الأمر متعلق بطبيعة الشخص وأيضا بطبيعة السياسية التي تعيشها موريتانيا، أنها لا تعيش ديمقراطية واضحة وإنما تقريبا سياسة السيف. أقصد بسياسة السيف الرجل المتفرد الذي يريد أن يفرض سلطاته كلها على جميع مراكز اتخاذ القرار وأن يكون هو صاحب القرار الأول والوحيد. هل ترى بأن رفض مجلس الشيوخ لهذه التعديلات، وخاصة بأن فوجئ الرئيس محمد عبد العزيز حتى صرح بأن عملية التصويت داخل مجلس الشيوخ لم تكن ديمقراطية لأن حتى أعضاء في الحزب الحاكم رفضوا تمرير التعديلات الدستورية، هل ترى بأن المعركة الآن أوسع من أن تكون بين حزب حاكم وأحزاب أخرى، بين سلطة ومعارضة، هي بين شخص وطيف واسع من الفاعل السياسي في موريتانيا؟ الحقيقة أنا لا أقول أنها بين شخص وموريتانيا، لكن ما تفضلت به يعني ليس بعيدا يعني من تحليلات الساحة هنا، أنه الصورة لم تعد كما كانت، لم تعد معارضة وموالاة أو معارضة ونظام حاكم، صار هناك مجموعة من تنوعات يعني اللاعبين في الساحة، منها طبعا الظهور المفاجئ لتصويت مجلس الشيوخ ضد القرار، وهو فعلا لم يفاجئ الجنرال محمد عبد العزيز فقط وانما فاجئ الساحه السياسيه بشكل عام، مما يدل فعلا بدايه تحليلات ان هناك فعلا مخاض جديد للساحه يفرز اطراف متنوعه. أنت تحدثت عن مخاض، سيد محمد تحدثت عن مخاض جديد في الساحة، ملامح هذا المخاض الجديد في الساحة، ملامح هذا المخاض؟ أول ملمح هو يعني هذا الظهور المفاجئ لتصويت مجلس الشيوخ، كما قلت المفاجئ، من المعروف عندنا أنه النظام الحاكم يفرض سلطاته على كل مراكز السلطة، طبعا مراكز السلطة وهمية ولكن تبقى يعني عندها مسميات وتبقى عندها رمزية، مثلا مجلس الشيوخ والبرلمان إلى آخره، نحن نشوف أنها وهمية لكن لديها أسماء ولديها رمزيات، فخروج هذا التشكيل السلطوي وهذا المفهوم السلطوي أي مجلس الشيوخ عن النسق اللي كان متوقع منه ينبئ بهذا الشيء. أيضا هناك الكثير من الشد والجذب حتى في أطراف سياسية أحيانا تحسب على المعارضة المحاورة أو ما يسمى بالمعارضة الهادئة أو المعارضة اللطيفة، أحيانا تخرج هناك تصريحات من هنا وهناك يعني تتحدث عن يأسها من التوصل إلى اتفاقيات مجدية مع الجنرال عزيز. وطبعا هذا في شد وجذب في يعني هذه النقطة سيد محمد، وأنت تتحدث بأن تصويت مجلس الشيوخ بعدم تمرير التعديلات الدستورية في إشارة، أنت ذكرت إلى رمزية السلطة، هل يعني بأن بنية رمزية السلطة في موريتانيا بدأت تهتز وبالتالي تنبه الرئيس محمد ود عبد العزيز إلى هذه المسألة وبدأ يحاول أن يشكل بنية أخرى للسلطة؟ لا أدري، ربما من السابق لأوانه أن أذهب إلى هذا التحليل. الحقيقة أنه إشكالية السلطة عندنا إشكالية معقدة شيئا ما، لأن فيها بعض اللاعبين حتى الغير معروفين، مثلا المؤسسة العسكرية هي لاعب مهم جدا في السلطة في موريتانيا، وهي أجنداتها تتم في دوائر مغلقة، وبالتالي من المستعجل من تبسيطي أن نخرج بهذا التحليل. طبعا تصرفات الجنرال عزيز تعني الكثير من الأشياء، أحيانا تعني فعلا أنه عنده مشكلة مع الجهة التي يستهدف،
واحيانا تعني انه يريد صرف النظر، واحيانا تعني انه يريد ان يفرض وجهه نظر معينه، واحيانا تعني انه يريد ان يداري على بشر معين. فبالتالي التحليل هنا متنوع جدا، لا يمكن ان تخرج بخلاصه معينه. فيما يخص التداول على السلطه، كما تعلمون جيدا في موريتانيا يتم عن طريق الانقلابات، لا يوجد ابدا تداول السلطه عن طريق الانتخابات او عن طريق حتى الان، طبعا نتكلم حتى الان. اذا كان هناك هذا الاشكال الذي تتحدث عنه سيكون في هذا الاتجاه، سيتضح لنا في هذا الاتجاه اتجاه ان هناك نوع من التضحيات العسكريه لبعض القيادات مثلا عزلهم والى اخره. طيب سيد محمد، سيد محمد احنا لو نفصل يعني ابرز النقاط التي المطروحه للتعديل الدستوري: الغاء مجلس الشيوخ وهو الغرفه الاولى في البرلمان. الجميع يتساءل لماذا الغاء مجلس الشيوخ وتعويضه بمجالس جهويه اخرى؟ في تبريرات طارح الفكرة، تبريرات الحكومة، بأن هذا من أجل اللامركزية وتوسيع المشاركة وانسيابية أخذ القرار إلى آخره. ولكن هذا كان يمكن أن يحصل عند المعارضين بتأسيس هذه المجالس الجهوية دون إلغاء مجلس الشيوخ، حسب رأيك. نعم نعم حسنا، بما أننا تحدثنا عن مجلس الشيوخ بطريقة ما، أريد أن أتحدث هنا عن المجالس المجالس الجهوية، آسف ليست المجالس المحلية. طبعا المجالس الجهوية الفاهم للساحة السياسية في موريتانيا والفاهم لطبيعة الحكم في موريتانيا يعلم أن هناك تدخل كبير جدا للقبيلة في صناعة السياسة، عندما أقول صناعة القرار لا أظنها متدخلة بشكل كبير في صناعة القرار بشكل مهم، لكن متدخلة في صناعة السياسة، اي الانتخابات والى اخره، هي تتم ليست على اساس برامج وانما على اساس قبائل. طبعا المجلس الجهوي لا يعني اي نوع من اللامركزيه مطلقا، لان المركزيه تبقى دائما موجوده، السياسات المركزيه تتعلق اساسا اظن انها بسياسات اقتصاديه الى اخره. اما وجود المجالس الجهويه فهو نوع من اعاده تاسيس، حسب قراءتي طبعا، إعادة تأسيس لإمارات قبلية بنوع حداثي، يعني بنوع جديد، هذا ما أفهمه للأمر. ولا أظن أنه ممكن أن تكون هناك مجالس جهوية ذات الطبيعة التي تكافح المركزية أو تصنع لا مركزية، ما دام موجود تغول كبير للقبيلة وتدخلها في كل شرايين الحياة السياسية في موريتانيا. تغيير العلم وتغيير النشيد الوطني، يعني تقريبا هي كان العنوان الأبرز في هذه التعديلات الدستورية، وكان العديد يتحدث بأن هناك محاولة لضرب عمق هوية المجتمع الموريتاني، الجمهورية الإسلامية الموريتانية كما تسمى، بتغيير العلم وتغيير النشيد الوطني. الجميع، المعارضة وحتى بعض أقطاب المحسوبة على الموالاة في الحكم، كانوا بين معارض وبين متذمر أو بين متحفظ على هذا التغيير. لماذا الذهاب الآن وما هي الدواعي لتغيير النشيد والعلم؟ الحقيقة أنا حائر تماما مثلكم في موضوع أو مثل الساحة السياسية في موريتانيا أو الساحة الحية في موريتانيا في الحديث عن تغيير علم. نعم أسمعك، هل تسمعني؟ يبدو أننا سيد محمد. نعم. عبدو. ألو. نعم نعم أسمعك. تفضل سيد محمد نسمعك. نعم، كنت أقول أن موضوع التغيير لا, لا, لا أستمع لسيد محمد عبدو. نعم ألو، هل تسمعني؟ هل تسمعني؟ تفضل تفضل سيد محمد أسمعك. تفضل. نعم أنا مسموع حالا؟ تفضل تفضل، مسموع الآن، تفضل. طيب، كنت أقول أن الحديث عن تغيير العلم وعن تغيير الدستور، عن تغيير العلم أقصد آسف، وعن تغيير النشيد، هو طبعا حديث محير لجميع الأطياف الحية في موريتانيا، لسبب بسيط، أنه المشاكل التي نعاني منها أكبر بكثير من الحديث الآن عن الهوية والحديث عن إعادة نظر في الهوية الموريتانية.
لانه اظن انه الجياع لا يمكن ان تكون لهم يعني لا يمكن ان تشكل لهم الهويه اولويه، تعديل الهويه اولويه. والشعب الموريتاني يعاني من الكثير من المشاكل التي لا اظن ان من بين حلولها مطلقا قضيه الحديث عن تعديل العلم والنشيد. من بين هذه الاشياء مثلا واظنها تعديلات دستوريه هامه جدا، شيء يتعلق بتقليل السلطه التنفيذيه المتغوله وزياده الاعتماد على سلطات الرقابه وتطويرها، لاننا نعاني اكثر من الفساد، نعاني اكثر من المحسوبيه، نعاني اكثر من المتاجره بالموارد. طيب سيد محمد، وكأن هنا إشارة بأن أتت هذه المشروع أو طرح هذه الأفكار كمحاولة لإلهاء الرأي العام الموريتاني على مشاكل حقيقية كما تشير أنت لذلك، ولكن في هذه التعديلات أيضا مطروحة مسألة توسيع النسبية في الانتخابات العامة، وهي في تقدير العديد من المتابعين للموريتانيين كان في الداخل أو في الخارج بأن هذه مسألة مهمة جدا، هذه فسحة لتفعيل قدرات الأحزاب من أجل التواجد في البرلمان وتواجد في الحياة السياسية عموما، وبالتالي أيضا إمكانية تمرير أفكار التي كانت المعارضة تناضل من أجلها، المجال فسح الآن. لم أفهم، أعد رجاء السؤال. من جملة التعديلات توسيع النسبية في الانتخابات العامة، مسألة النسبية في الانتخابات العامة تسمح بتواجد أكثر للمعارضة في البرلمان، كان في غرفة الأولى أو الثانية في مجلس في البرلمان ومجلس الشيوخ. ألا ترى بأن هذا التعديل هو أيضا تعديل يأتي في إطار بناء الديمقراطية الناشئة في موريتانيا صح التعبير؟ الحقيقة المشكلة أنك الديمقراطية لازم أن تؤسس على أسس، أو أن تكون التعديلات الإصلاحية ذات معنى. أي تعديلات إصلاحية لدور الحالة السياسية على أساس ذاتي تماما لا يعتبر إضافة، وإنما يعتبر تمييع. مثلا عندنا الديمقراطية معنى عظيم، لكن الاستخدام الذي تستخدم له الحياة السياسية في موريتانيا هنا أو يستخدمه له النظام العسكري في موريتانيا هو استخدام تمييعي. نفس الشيء هذا المثال الذي طلبت أستاذ، إذا كنا نتحدث عن السلطات ليس بينها فصل، رئيس جمهورية لديه كامل الصلاحيات يعني حرفيا وليست مبالغة، وفي الأخير أيضا كامل الصلاحيات وكمال صلاحياته الحقيقية ليست بالدستور وإنما بالقوى العسكرية، ليست حتى بالمواد المحولة له وهي مواد كثيرة جدا تحول صلاحياته، وإنما بالآلة العسكرية أو بقدرته على إدارة كتيبة مدرعات. فهذه هي القوة الحقيقية، هذا الذي يصنع القوة الحقيقية، وهذا هو الأساس الحقيقي للحكم في موريتانيا. ما لم يتغير هذا الأساس، الإصلاحات الأخرى ينظر لها كأنها مجرد تمييع أو إضافة مسميات، تنويع بمسميات فارغة من المعنى. طيب أستاذ محمد، موقف المعارضة الموريتانية إلى حد الآن لم يكن يعني هو موقف رافض ومقاطع، قاطع الحوار الوطني ثم رفض هذه التعديلات، ونتحدث عن طيف واسع من المعارضة، وفي نفس الوقت كانت هناك انتظارات أكثر من ذلك للمعارضة، كانت هناك تطلعات لدى الشارع الموريتاني بأن المعارضة في موريتانيا ستكون أكثر فاعلية وأكثر إحراج للسلطة، ولكن الرئيس محمد ود عبد العزيز واستنفذ يعني أو تعامل مع الصلاحيات الممنوحة له وسيذهب للاستفتاء. هل المعارضة تقدر على تعطيل الاستفتاء؟ ميدانيا يعني هو الخيارات موجوده، يعني الخيارات يجب ان تكون دائما مفتوحه في ظل نضال من هذا النوع، يعني النضال القانوني فيه يقيد التحرك بشكل كبير وتخضع لقانون سلطه لا تحترم اصلا القانون، فيجب ان تكون هناك مجموعه من الخيارات اوسع من هذا، يعني خيارات فوق دستوريه نسميها مثل المقاومه السلميه وبشتى انواعها، يعني لا اريد ان ادخل في التفاصيل، لكن دائما هناك فعلا خيارات نضاليه.
طيب سيد محمد، ونحن في ختام هذا الحوار نفتح معك يعني نافذة على الفعل الشبابي في موريتانيا، وأنت أحد الفاعلين في الساحة الشبابية في موريتانيا، ناشط مدني، مدون، ناشط في حركة 25 فبراير. في موريتانيا هناك قوة شبابية صاعدة برزت منذ سنوات، يعني مثلا الإعلام الإلكتروني في موريتانيا كان سباقا على عدد الدول العربية، وهذا ممكن يفاجأ الكثير. المواقع الموريتانية مواقع نشطة جدا ومنافسة حتى للإعلام الرسمي. مع كل ذلك لا نجد، مع هذا الزخم في العالم الافتراضي، لا نجد إيقاع لهذا الفعل الشبابي في الواقع الموريتاني. وأنت يعني في أول حديثك تتحدث عن سلطة القبيلة، والشاب بطبعه يرفض سلطة القبيلة. السؤال يطرح نفسه، أين فعلكم من صدى الشارع؟ هو الحقيقة في حالة واحدة، هو الذي يمكن أن تلاحظ حالة الزخم. هذه الحالة تسمى حالة ذروة، يعني التحرك الجماهيري الكبير. ما قبلها دائما يكون غير مشاهد من ناحيتي كمراقب. يعني للساحة الموريتانية هناك تطور واتساع لرقعة الاحتجاجات، وهناك ارتباط شبه يعني جماهيري بالقضايا الوطنية، وهذا يتسع يعني بشكل تدريجي، لا يمكن أن تلاحظه بشكل يعني بشكل متجسد إلا في لحظة الذروة، وتلك لم تحن بعد. لم تحن بعد لحظة التحرك، يعني ولد، هل توجد ملامح لها؟ طبعا الاستياء في كل مكان في موريتانيا بلغت القلوب الحناجر تقريبا، وتذكرني حالة موريتانيا حالا بنفس الحالة التي سابق العسكر تحركات الجماهير وعمل انقلابا وهدأ بها الجماهير ليخدعها لوهلة. أتمنى أن لا يتكرر ذلك السيناريو، أتمنى أن تكون الجماهير هي التي ستسقط هذه المرة الدكتاتور. هل تتوقع فعلا بأن أن يتدخل العسكر، المؤسسة العسكرية التي ذكرت بأن لها أجندة خاصة، هل ممكن تتدخل هذه المرة أيضا لتخفيض حالة الاحتقان وامتصاص غضب الشارع؟ نعم، المؤسسة العسكرية دائما تتدخل حين تصل مرحلة الاحتقان لمرحلة كبيرة، لكن تتدخل طبعا لمصلحتها. المؤسف أن السياسيين أحيانا يتعاملوا معها بطريقة يعني لا يضمنون بها إدارة اللعبة أو إدارة الصراع، وهذا هو المؤسف. أنا لا أتمنى تدخل العسكر الآن كبديل عن الجماهير، ولكن لا أتمنى أيضا أن يتم التعامل معهم في حالة ما إذا تدخلوا، خوفا أن يكون نفس التدخل الماضي. بمعنى أنه أي عسكري وطني حقيقي في موريتانيا إذا تدخل وقلب السلطة عليه أن يسلم السلطة مباشرة للمدنيين، وأن يعلم أن الجيش مكانه على الحدود ومكانه لحفظ الأمن وليس السياسة، فهذا يفسد المؤسسة ويفسد الدولة ويدمرها حقيقة، ونحن عانينا من هذا لأربعين سنة تقريبا. شكرا لك سيد محمد عبدو، الناشط في حركة 25 فبراير والناشط في المجتمع المدني، كنت معنا عبر سكايب من موريتانيا. محطات مغربية ما زالت متواصلة معكم، ولكن بعد هذا الفاصل فابقوا معنا. نقترب أكثر، نكشف تفاصيل لم تكن تراها، نحلل الأحداث بعمق ودقة لترى الصورة باكتمال ووضوح. الحوار أبعاد لا تنتهي. Come on, come on, come on, come on.
فلسطين قصة صمود. في عالم تزدحم فيه الأحداث وتتعدد زوايا الخبر، أحداث تدفع عجلة الديمقراطية إلى الأمام وأخرى تعيدها إلى الوراء، نرصد الأخبار وانعكاساتها على الإنسان، نحلل الخبر، نسابق الزمن ولا نكتفي بما ظهر، أضواء على الأحداث، الخبر بأبعاده المختلفة. مواكبة للتحديث المستمر، ستنتقل شاشة الحوار للبث على النظام عالي الجودة HD. نرجو التأكد من إمكانية استقبال البث على نظام HD على أجهزة الاستقبال الريسيفر لديكم. حذف القناة وإعادة تنزيلها حال عدم نزولها تلقائياً. تحديث جهاز الاستقبال الريسيفر من خلال شبكة الإنترنت إذا لم تنجح الخطوتان السابقتان. نسعى لتقديم صورة أفضل. يمكنكم استقبال بث قناة الحوار عبر الترددات التالية. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام إلى الجزء الثاني من حلقة اليوم من محطات مغاربية. تبدو أعداد التونسيين الذين يقاتلون في سوريا متضاربة وغير دقيقة، وهي غالبا ما تخضع